المؤسسات الحكومية والهيئات و إلى آخره بيبقى ليها شبكة منفصلة على الإنترنت منفصلة خلاص فدي جزئية تانية خالص تكنيكال وايز يعني حاجه كده حاجه مختلفه لكن احنا بنتكلم على مستوى المشاهد اللي محتاج مننا معلومه الفي بي ان ابلكيشنز فيها خطوره وتحديدا ال 14 يوم تديك مهله ديمو نسخه تجريبيه فدي بلاش منها خالص آه. اكمل بقى الجزئيه الثانيه الاجابه الثانيه يعني ايه باك دورز ابواب خلفيه ابواب الخلفيه بص يا سيدي الفيروس كان زمان من 20 سنه يدخل عندك يخرب الملفات امم وبتحس بتخريفه بتعمل فورمات وبتعمل اوبريتنج سيستم من جديد صح فانت لا دلوقتي الفيروسات مش كده الفيروس بيدخل ليه هدف ما تحسش بتخريب بيبقى متشفر بيعدي تشفير الانتي فيروس ويدخل لهدف معين يتسلل ويبقى فيروس مزدوج يفتح باب بص الوصف فيروس يفتح باب اللي هو الباك دورز دي بقى وفيروس يرسل بيانات حرامي يا ولاد اللذينه اه يعني فيروس بيخبي فيروس بص تشبيه آه. الفيروس ده عشان بيشفر نفسه بالفيروس الداخلي بتاعه عشان يتخطى الانتي فيروس ده زي الفيروس الاتوبيسات مظبوط واحد واقف يقفل والتاني بينشل برافو عليك ترجم لي بقى الفيروس الثاني يسند يبعت ايه الداتا ده كده او الباك دورز ابواب ايه ده؟ اه فتعالى بقى فن بقى الفيروسات بقى صناعه الفيروسز بقى الفيروسات في لغات برمجه احنا كمبرمجين بقى ناس مطورين والكلام ده كله كل واحد وخياله تقول لصلاح مرحين كده وتقول يا رب انا هخترق مين فشوف بقى يوسف بيه الحسيني الموبايل نوعه ايه او اللابتوب او الكيان اللي هو فيه نوع نظام التشغيل درجه الحمايه اللي عندك ايه البرامج الانتي اللي عندك بعرفها كمعلومات وابدا اصنع فيروس يروح لك بطريقه ما عشان يعدي التشفير ده ما تبقاش كده ما انا عايز اقول لك فيها تحليل يعني اي هجمه تحصل بتاريخه هجمه حصلت النهارده مش وليدة اللحظه ده في تز... في تخطيط قبلها <applause> فاحنا دلوقتي في احداث في حدث في في احداث سياسيه على صفيح ساخن يا هل ترى المنطقه بتاع الشرق الاوسط واحنا كمصر احنا حكايتنا ايه معاهم في في السايبر اتاكس هتلاقي في حاجات كده بتعدينا كمتخصصين في حاجات هتعدينا الفترة الجاية تخلي بالنا